أسأل الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شفتي فيما أحبب بكم. أنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة بوينتارا، واليوم إحنا في قلب سوق السمك بمدينة بوينتارا. كيفما كتشاهدوا سبحان الله خير بلادنا موجود الحمد لله، ولكن كاين أثمنة كيفما كتشاهدوا معنا وكيفما شفتوا معنا في العنوان. فصباح الخير على الجميع، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بوينتارا. كيفما كتشاهدوا معنا متابعين، غادي نسمعوا مجموعة الأثمنة في هذا الصباح الجميل من قلب سوق السمك بمدينة بوينتارا. كيف ما تبعتوا معنا نعم في نور الدين في مدينة بوينتارا اليوم، خصوصا في هذا السوق المركزي اللي هو سوق السمك بالسونتر اللي معروف، كيدير الأثمنة 20 درهم استرليني، الصول 100 درهم. غادي نسمعوها مع الناس اللي كيبيعوا بالتقسيط في هذا السوق السمك. إذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفاضل، بغيت نسالي الصديق ديالنا اللي هو عادل اللي دائما كنجيو عندو كنجيو نشوفو الأثمنة معاه. غادي نمشيو مباشرة عند نور الدين قبل ما ندوزو عند عادل. إذا كيف ما كتشاهدو سي نور الدين، صباح النور. الله يسعد الصباح ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب. سي نور الدين بشحال تدي اليوم هدايا؟ المدي 20 درهم. 20 درهم اليوم غالي بزاف. كاين بعض المدن اللي قالوا لي راه 8 درهم السردين. كاين شي بلايص فيهم 8 درهم السردين، وهذا هو ماشي سردين راك عارف السردين راه فين وفين. نعم يعني راه حاجه طريه راه دايره الثمن، يعني هذه راه الصياده ديال الصباح. يا الصباح هذا ديال جديد. هذا الصياده نعم تبارك الله. اما السردين ديال 8 درهم وهذا راه ديال الجديده. نعم السردين ديال 8 درهم وهذا راه ديال الجديده، راه الصياده ديال الصباح. تبارك الله، الله يوفق. شكرا بزاف ليك. كيف ما متابعين الافاضل كيف ما كتابعوا معنا غادي نشوفوا مع كاين عندك شي كلمه سي نور الدين؟ عندك شي كلمه؟ بعد شي كلمه وهادشي اللي كاين. مرحبا مرحبا مرحبا. اذا كيف ما تابعتوا معنا متابعين الافاضل كيف ما كيقولنا سي نور الدين كيقولنا الثمن ديال السردين 20 درهم. غادي نشوفوا مجموعة ديال الأثمنة اللي كاينة كتواجد الصباح في السوق المركزي بمدينة بوينتارا. كيف ما قالينا هذا البائع اللي بائع بزاف. نعم لا؟ نقولوا راه كاين الغلا. كاين الغلا لا لا؟ الغالي. كاين السردين مول فين شحلوه ب 400 ولينا نشحلوه ب 400 450 ولينا نعطيه 1000 ما تيشحلش، وحنا غاديين معروفين. هادشي اللي كاين الله يدير تا هو الخير. إذا كيف ما سمعتي واحد السيده اللي قالت لها غالي السردين، غادي نسمعوا مجموعة ديال الناس اللي غادي. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الافاضل دائما معنا على المباشر تبارك الله، شوفوا خير بلادنا لكن غير كاين اثمنة. اذا هانتوما اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الافاضل تبارك الله. دائما متابعين الافاضل كيف ما كتبوا معنا صباح الخير الله يعاون. دائما متابعين الافاضل كيف ما كتبوا معنا متابعين، احنا دائما معكم على المباشر بالسوق المركزي بقنيطرة. غادي نشوفوا الاثمنة وغادي نشوفوا مجموعة ديال الحوايج معكم تبارك الله خير بلاد المتوكلين. كاين الاثمنة كيف ما قلت لكم في الصالة ومازال كنقولها لكم، مازال احسن مازال كاين المزايا كيحب السلعة ديالو. صباح النور سيدي الله يسعد الصباح بارك الله فيك، مرحبا بك معنا في هذا البث الهاك. كيف انت بخير عليك؟ الحمد لله بصحة. وين هتدي بشحال الاثمنة اللي عندك هذا الصباح؟ خويا السردين 5 درهم. السردين 5 درهم هذا؟ 5 درهم. نعم. ديال بارك 60 درهم.
ميرلا 65 درهم 65 درهم ديال باركود ديال باركود عندنا اللونك ديال 70 درهم اللونك ب 70 درهم عندنا السيبيا ديال 70 درهم السيبيا 70 درهم روبيو ديال 40 درهم شنو هو هذا؟ روبيو 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 شحال؟ ديال 40 درهم روبيو 40 درهم وشترين ديال 20 شترين شحال؟ 20 درهم بارك الله فيك هادشي كلمة سي محمد اللهم امين سي بارك الله فيك كيف ما تبعتوا معنا هذه المجموعة الأسمنة اللي سمعتوا معنا ومازال غادي نشوفوا معكم متابعين أفاطير ديالنا تبارك الله هذا مازال كيحط هذا مازال كيعد كيحط تبارك الله صديق ديالنا صباح النور الله يسعد الصباح مرحبا بك معنا مازال لا كيتحط الله يوفق كيف ما كتابعوا معنا متابعين مازال مازال معكم متابعين أفاطير مازال غادي نشوفوا إن شاء الله معكم أسمنة إذن دائما معكم مع المتابعين الأفاضل على المباشر من مدينة القنيطرة وبالطبع حنا كنتواجدوا بقلب سوق السمك القنيطرة سوق تبارك الله تشويكة من صديق ديالنا صباح الخير الله يسعد الصباح مرحبا بك معنا بخير عليك والله ينورك تبارك الله هذا ديال الطريقة ديال تشويكة تشويكة شكون حي راه داروني تشويكة نعم سيدي حي سبيت حي ديال المدينة تبارك الله شحال الثمن ديالو؟ اليوم الحافلة تجميع تبارك الله يوم 5 جرام تبارك الله يا المهدية هذا ديال الشوايه هذا ديال الشوايه سبيله قدي هذا ديال الجديده هذا ديال الجديده بحال مواليك بليش يا ابو بليش هو ديال 300 هو 300 ديال الجديده 300 وديال المهدية 300 نعم هي كيف ما كتبت المقلق ديال الشوايه هذا ديال الشوايه وهذا كيف ما كتبوا معنا دائما متابعين الافاضل هذه ديال الشوايه ولاكور ديال المقله اذا مرحبا بالملكه مرحبا بكل متابعين اللي تحكوا بنا في هذا الصباح فصباح الخير عليكم حنا الان كنتواجدوا بسوق سمك بمدينه قنيطره كيف ما كتبوا معنا مرحبا سي نور الدين مرحبا سي نور الدين مرحبا كاين مجموعه ديال نور الدين كاين انت نور الدين واحد اخر سميتو نور الدين كاين بوسلام وكاين فلوميل مرحبا مرحبا صباح الخير الله يعاونكم ويزيد الله يوفق اذا دائما متابعين الافاضل كيف ما كتبوا معنا تبارك الله ازمنه كيف ما كتشاركوا معنا كاين ب 15 كاين ب 20 كيفما تابعتوا معنا وكيف ما شفتوا معنا هذه الازمنه في هذا السوق المركزي بمدينه القنيطره اذا شوفوا دائما متابعين جولة معكم في هذا السوق المركزي والأثمنة كنشوفها معكم دائما متابعين الأفضل لأن واحد صديق ديالنا اللي سالة غادي يعطينا مجموعة الأثمنة وغادي نمشيو عنده ويعطينا مجموعة الأثمنة الله يعاون نشوفو تبارك الله هو كيتحط السمك صباح النور الله يسعد الصباح ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر تبارك الله هنا يا خير بلادنا الحمد لله موجود الحمد لله اللهم لك الحمد غادي ناخذ منك سيك شي 5 دقائق كاملات ان شاء الله صاحب الجنه بغينا نعرفوا منك الاسمينه ديال الصوت الاسمينه ديال الحوش كامله ولا كامله ضروري فانيكا دايره 30 درهم شحال 30 درهم شنو هي فانيكا فانيكا ب 30 درهم عندنا الصول ديال 60 درهم الصول عندنا الميره ديال 1000 ريال عندنا البواجو ميره ب 50 درهم عندنا البواجو ديال 1000 ريال بواجو 50 ريال كرا الله يخليك المهم ادب نعم. السلام عليكم السلام نكمل مع حب مرحبا الله يحفظك تكمل معنا قول لنا اسمينا تبارك الله تبارك الله الكوكروج 50 درهم والمليح ونعم تبارك الله كمل بارج الصوت 50 درهم بارج 50 درهم تشرغوا هذا مرحبا سيدي مرحبا انت الاول حسن قدم السي حسن مرحبا السي حسن مول الشركه بارك الله فيك صح صح مرحبا مرحبا الاثمنه مرفقه كاين الاثمنه مرفقه كاين ولكن كاين اللي كيقول لك راه شويه طالعه شويه الاثمنه كاين اللي ما بغاش ياكل الحوت اللي ما بغاش ياكل الحوت وصافي الخير موجود اللهم لك الحمد اللهم لك اللهم على كل حال الاثمنه زوينه ب 1000 ريال الحوت 1000 ريال كلشي كياكل الحوت ب 1000 ريال فهمتيني سردين ديال 300 سردين ديال المهدية مليح جديد وكاين كيباو ب 20 درهم كاين اللي كيباو ب 20 وانا حنا عندنا سردين 300 درهم نعم حنا كان عندنا في القلب حنا شبعانين كنقلبوا على 100 درهم في الكيلو الحمد لله واش 400 ولا 300 الحمد لله ولكن سمعت واحد دابا انتم كتباعوا 300 كيشموا بعض الموجودين كيبيعوا ب 800 درهم علاش؟ على حسب السوق ديال الاس بي على حسب السوق اللي كيتغدى وصافي نعم على حسب السلعه اللي كياخذها على حسب
طريق على حسب بزاف ديال الحوايج. هذا ما يمكنش تشري ليها 800 درهم، تجي تشري ليها 8 درهم، هذه ما يمكنش تشري ليها 8 درهم، بزاف مليحه تبارك الله، 8 درهم بحال هكا طيح ليها مكتب. نعم، شكرا على المعلومات. هذه كيف ما سمعتوا، كملوا شحال كاين؟ بروفيت 90 درهم. 90 درهم. وغلايد مليح. غلايد بوعر. بروفيت بوعر. بوعر كذا. 90. نعم. والميري راه 1000 ريال، الصول راه 60 درهم، 70 درهم. هادشي باش خدامين حنايا، اللي زويتر راه داير 8 دراهم، 10 دراهم، 7 دراهم، واللي ما عندوش غنعطيوه كاع وما كاينش غرام في المشكل، وكلشي ديال الله خي عادي الميلودي. تحياتي، سواء كيف ما تابعتي معنا المتابعين، شكرا لك، بارك الله فيك، كنشكرك. المتابعين هذه هي الكلامار الفريق، هذه كلامار. خوكم عباد الله هذه هي الكلامار. هذه الكلامار. واخا اجي عندي اجي عندي. كاين الكلامار الفريق. قول لي، قلتي واحد الحاجة مهمة، قلتي الكلامار الفريق، كاين ما يعرفهاش، كيفاش يعرفها وباش يعرفها؟ الكلامار الفريق يكونوا جناوحة كبار شوية، ونص ديال ظهرها ماشي ديال ظهر الخوك. وتكون راسها بحال هكا وهذا هو الكولور ديالها ولا كانت حمراء بزاف ما ياخذهاش. بارك الله فيك. اذا كيف ما تبعتوا معنا اسمك الله ادم. سي ادم مرحبا. كيف ما تبعتوا معنا مع سي ادم كيقول لك الطريقه ديال الكرامه الحقيقيه كيفاش تعرفوها بهذه الطريقه كيف ما كتبعتوا معنا المتابعين. ف شكرا لكم على المتابعه، كنتمنى لكم انكم تبارتاجي. يوم سعيد، الى اللقاء، نتلاقاو في لايف اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.